الركزي الموريتاني ينظم ندوة حول تاريخ وتطور وسائل الدفع في موريتانيا، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط. الندوة تعتبر جزءا من تظاهرة ينظمها البنك حول هذا الموضوع، تستمر يومين اثنين، وتشمل فعالياتها معرضا في المتحف الوطني، وتستعرض الأشواط التي قطعت وسبل مواصلة نهج تطوير وعصرنة وسائل الدفع في موريتانيا. إن اختيار هذا الموضوع ليس وليد صدفة، بل يعكس اهتمام السلطات النقدية بالمساهمة بشكل أفضل في تحقيق المهام الأساسية المنوطة بالبنك المركزي الموريتاني والتزاماته في هذا الشأن تجاه السلطات العمومية وفق القانون المشي للبنك المركزي الموريتاني وكذلك نظامه الأساسي. ويتعلق الأمر بإصدار وإدارة النقد لصالح الدولة، تطوير واستقرار وضمان أمن وكفاءة نظم الدفع. المتحدثون في الندوة أكدوا أن مسار عصرنة وسائل الدفع وإدارة النقد المتداول سيعزز في إطار التوجهات الاستراتيجية المتبعة من قبل السلطات النقدية في تنفيذ جملة من المشاريع تتعلق أساسا بالمقاصة عن بعد وتسوية آنية للمبالغ الكبيرة والتحويلات عن طريق الهاتف النقال. هذه الورشات فيها ورشة معنية بالصرافة، ورشة معنية بتطور وسائل الدفع الإلكتروني، وأخرى معنية بالتداول بالنقد، والأخرى بالمويس كريبتورو يعني للشك وما إلى ذلك. حاضرين لها مجموعة من الخبراء والمعنيين بالأمر والمختصين من جميع المصارف الموجودة والفاعلين الاقتصاديين وشبكات الاتصال وشرائك المعنية بالفوترة وما إلى ذلك. الهدف منه هو على مدى هذه الأيام الاثنين على أن نخرج بمستخرجات واضحة ترفع من الوسائل الموجودة ووسائل المستقبل تعود تقدم لها الأرضية المناسبة، ياك على أنها تعود مناسبة للمستهلك الموريتاني. هذا وستشمل هذه المشاريع تطوير وعصرنة مركز أوتوماتيكي لفرز الأوراق النقدية ومعالجة وتحسين جودة تداول النقد بشكليه الورقي والمعدني، مع كشف الأوراق المزورة وتجديد الأوراق النقدية التالفة، والذي بدأ بالفعل الشروع في تنفيذه حسب القائمين على الندوة.